محمد فقي فاوندر اوف بيرامونت فاين فودز. سو حنعمل شغلتين اليوم سوا. الشيفز حيعملوا معك طبليه كبه نيه وحيعملوا مقانق ويربطوها قدامك بالايد مثل ما احنا عاده بنعملها. اوكي سو هي طريقتين. حتى بالمطاعم انا لما جيت كمهاجر كنت بدي غير الطريقه اللي العالم بيطلعوا اكله الشاورما. سو عشان هيك اخذت قصه انه تعالوا نعمل ديكور كثير عالي للمطعم العربي، وبنفس الوقت نرجيهم انه لا، المهاجرين مش ضروري يعملوا محل شاورما بس بحط لك كرتوني بلف الساندويش عليه، لانه كلنا جينا معطرين وفقره لهون. سو كانت قصه الاكل انه لا، هي اسهل شغله، تعال نعمل اكل عربي. سو الفكره كانت انه لا، بنعملها بطريقه احلى مما لحمهم. ومره مدامتي اجت وقالت لي طب انه بضلك تعمل هالمطاعم العربيه بس بفوت على ملحمه بتلاقيهم عم بحطوا اللحمه الحمراء والدجاج فوق بعضهم بدون ما يمسحوا الكونتوار وهيك. سو ليه ما بتعمل ملحمه؟ قلت لها انه انا اساسا ماني ابن مطاعم وهلا كمان ملاحم ودم وهيك ما بدي فوت فيها. سو لما ارجتني قصه انه في ملحمه بسويسرا باستراليا قديش حلوه وديكور حلو وكنبيات بتقعد وقهوه كافي ستيشن وهيك، لما تفوت المدام لحتى تاخذ لحمتها، قلت لها هيك شيء ثاني. وهون بلشت الملحمه. لما جيت لهون مثل ما حكيك محمد رزق، عشت بأبو تحت الأرض مع شخصين. طبعا أنا من طردبة من جنوب لبنان، وبعدني لهلأ بحبها كتير. بعدني رجع من شهر أنا وولادي لهون، كنا عم نزور أهلي بهيك. سو بلشت من مشي وشوي شوي اشتغلت بمحلات قهوة، اشتغلت بمحلات مجوهرات. أنا جيمولوجيست، دراسة الأحجار الكريمة. سو اشتغلت بمحلات مجوهرات ببلاش، لأنه لما توصل هون العالم بعد ما بتوثق فيك بيقولوا ما عندك خبرة كندية. وهلأ طبعا كشخص ليدر بالبزنس بحارب قصة إنه ما تسألوا العالم إذا عندكم خبرة كندية، لأن الخبرات العالمية مهمة وبتعطينا خبرات منوعة جديدة. يعني تصور كلنا يكون عندنا نفس الخبرة بنفس البلد، كيف منجيب الانوفيشن والأفكار الجديدة. وأهم شيء كنت يعني طبعا اهلي كثير مرتاحين هنيك، بس انا جيت فقير لهون لانه ما كنت بدي حدا يساعدني، واهلي كانوا ضد فكره اني اترك واجي لهون. بس كثير شغلات تعلمتهم من اهلي، من بيي من امي، وخاصه قصه الصدقه. يعني ماما كان عندها علبه صغيره بالبيت على الباب، كانت تقول لنا اذا ما بتتصدقوا قبل ما تظهروا الله ما بيوفقكم والله ما بيحمي لي اياكم. سو كانت تعطينا حتى مصاري كتير كوين اللبنانية القديمة، قلنا بس حطوها عشان الله ييسر لكم أمركم. وآخر شيء آخر الأسبوع كنا نروح يا نهار الجمعة يا نهار السبت، لما كنا نهرب على علاي وبحمدون ومناطق اللي كان فيها كان مسيحية مسلمين ولا دروز، نروح نوزع هاي المصاري للناس الفقراء بخلاف من هن ديانتهم وهيك. قصة الصدقة بنت معي من لما كنت ولد صغير، كانت ماما لما الناس تتهجر على مناطقنا حتى لو كان من أي ديانة من أي مذهب كانت تروح تشتري فرش وتستقبلهم وهيك، وهن استقبلونا نحن كمان لما فلينا. سو بالتالي أنا كتير مبسوط ببلد مثل كندا، جارنا هندي وصيني ومنعتبره نفس الشيء وما بتفرق بيناتنا. وبالتالي قصة الصدقة مبنت معي، وعشان هيك من أول ما بلشت والله بلش ييسرها معنا بلشنا بقصة الصدقة. طبعا أنا بحب كندا ولبنان قد بعض، العالم كلها بتسألني بضلك تحكي عن حب كندا، أكيد بدي حب كندا، بس بحب لبنان ده كمان نفس الشيء. القصة منا مداربة، أنا بحب كندا ولبنان مثل ما بحب أمي وبي، بحبهم اتنيناتهم بس كل واحد بطريقة مختلفة. سو أنا لأي شخص بيجي على هالبلد أنا كتير بحبها، وبعتبر كندا كتير غيرت لي بحياتي، وحتى كندا بحد ذاتها ساعدتني لساعد لبنان. يعني طبعا مش عم بحكي لأقول، لأنه أوقات العالم بيقولوا لي محمد أنت كتير بتحكي عن الشغلات اللي بتصير معك أو بتعملها، بفكروني عم شبح. بكون صريحين، أنا ما عم شبح، أنا عم أرجيهم بس إنه لما الواحد يوصل ما بيوصل بس لإله، بيوصل لغيره ليساعد غيره، لأنه صوتنا هون. نحن سفرة للبنان، نحن سفرة لكل عائلة لبنانية، نحن سفرة لكل شاب أو صبية لبنانية عم يتعذبوا اليوم بلبنان. وبقول لهم البلد اللي احتضنتنا مثل كندا هي عملتنا سفرة للبنان، ووجع لبنان هو وجعنا نحن كمان، مش بس وجع لبنان. صار ما صار الانفجار بلبنان، جمعنا كل التجار اللبنانية وجمعنا مع الحكومة وضغطنا على الحكومة وعلى جاستن ترودو وجمعنا 50 مليون دولار. والعالم إن شاء الله بتكون تتذكر لما نزلت أنا على لبنان بعد 4 أيام من الانفجار،
وتأكدنا المصاري عم يوصلوا للشعب اللبناني ما عم بيروحوا لا تروح حكومات ولا شيء، لأنه هيدي مسج كندا. كندا بحياتها ما كان بدها شيء من حدا، عشان هيك بحب كندا وعشان هيك ما برضى ما بقبل بتضايق لما حدا يحكي عن كندا مثل لما حدا يحكي عن لبنان. كندا ادتني أكبر فرصة، كندا بتعطي فرصة للمهاجر. صعب أول 3 سنين طبعا مثل أي بلد بالعالم، بس لما أوصل لشخص مثلي وصل ما معه $1,000 ليوصل ليأخذ أحلى وسام الملكي بتعطيه لشخص مدني بكندا، هيدا بيأرجيك الفرصة اللي هالبلد الحلوة بتعطينا إياها. وبشوف قدي فيه بلبنان أشخاص أحلى مني وأسكى مني وأحسن مني ما قادرين يوصلوا لهالشي. أنا بتمنى لهم وبصلي لهم بكل خير. عندي حلم للبنان مثل الحلم الكندي، عندي حلم الشاب المسلم يتجوز البنت المسيحية ويكونوا يعني مبسوطين ولي أهلهم. عندي حلم انه ابن الناطور يصير رئيس جمهورية بخلاف شو كان طائفته. عندي حلم للبنان مثل ما عندي حلم لكندا، والحلم الكندي موجود. طلع بشخص معطر مثلي اجا من جنوب لبنان وصل لدرجة انه الملكة اليزابيث تعطيه وسام شرف بيشرفني، بس مش لإلي هيدا، للعالم كلياتها، لكل مهاجر. لما صارت هيدي مهاجرين من الصين تلفنولي، قال امي كانت عم تبكي لما شافتك على التلفزيون عم تاخده، لانه انت بتمثل المهاجر. سو لأي مهاجر بس ايه اكيد على طول لازم تفكر بلبنان والبلد اللي انت جيت فيها، لازم تساعد لبنان واي منطقه انت جيت فيها، بس كمان ركز هون لانه بايدنا هون انه نساعد لبنان اكثر ما بايد اللبناني بقلب لبنان، لانه قدرته قلت لانه السياسيين قللوها. نحن عندنا بلد هون بتدعمنا ومن دعمنا للبنان لبنان بيقوى اكثر. انا هيك برايي. عملنا وقت البانديميك كثير ما ضمن قصه البانديميك، لانه ظهرت من الباب انه عم بيقولوا لي اولادي وين رايح؟ ما في شغل خلص، انه كل شيء سكرت الدنيا. ما بنسيها، فتحت الباب وظهرت وعم بتذكر قصة انه طب انه ما في قصف مثل ما كنا بلبنان، ليش العيلة متخبية؟ ليش ما فيش حدا بالشارع؟ ما فيش صواريخ؟ انه احنا عشنا بالحرب. لك يا عمي شو في؟ طب ما اذا الفقير كانت العالم الطعميه قبل، هلا مين حيطعميه؟ لما بلشت البانديميك وطبعا ما كنت بدي حدا من اولادي ينصاب بالمرض اذا انا مضطر اني اظهر واعمل شغلي، بس نقلت من بيتي وصرت اشوف اولادي من ورا ازاز، لانه حسيت انه الخبره اللي انا جيت فيها كمهاجر اللي الحرب ما وقفتنا نساعد جيراننا فينا نستعملها اليوم ونأرجي الشعب الكندي كله انه خبره المهاجر خاصه اللبناني اللي جاي من الحرب مهمه جدا ولازم نستقبل اللبنانيه اكثر، خاصه بوقت اللي كانت سموها العالم كلها حرب وهي كانت مشيه حلوه بالنسبه لي. ظاهر برا بالشارع ما في حدا، صرت توصل على شغلك بدقيقتين ونص لما كنت تاخذ 30 دقيقه، انه شو فينا نعمل؟ بقول لك شو فينا نعمل. ظهرت على التلفزيونات الكنديه وقلت لكل صاحب مطعم ما يزعب موظفينه يجيبهم ويطبخ الاكل اللي عنده لنطعم الفقراء، وهيك عملنا. ومن بعدها بلشت اطلب من الكندية انه يتذكروا اذا هني وضعهم النفسي تعبان كيف وضع الفقير، كيف وضع الناس اللي عم نيرسات اللي ظهرت من بيوتها والحكمة. سو خلينا نطبخ لهم ونرجون انه نحن منحبهم، مش لانه هني بعزتها بس لانه نحن اللي بعزتهم. سو هيدا البارامونت سنتر نحن عم نتحدث وصلنا له، هيدا اكبر تاني اكبر مبنى رياضي بكل كندا، بكل سوري منطقة مقاطعة أونتاريو. وعملنا شغلتين هون، حطينا اسمنا عليه لنبعث رسالة إنه التاجر والمهاجر اللبناني المهاجر بالمجمل إنه ممكن يوصل نجاحه لدرجة إنه ينحط اسمه لكل العمر لعشرين سنة عندنا الكونترا، إنه مش بس نحنا بس أخذنا التسمية، أخذنا التسمية وأخذنا كل الإيفنت والأكل والإدارة تبعيته. سو عندك من جمعة كان في الانترناشنال سكيتنج كومبيتيشن للعالم، سو كل التلفزيونات كانت عم تقول هلا بنرجع على البارامونت فاين فود سنتر ونرجيكم الكومبيتيشن سكيتنج. سو هون طبعا بيسيع بس 8000، بيسيع 8000 شخص بقلبه، بس عندنا ملاعب فوتبول، عندنا ملاعب باسكت، عندنا ملاعب هاكي، واهم شيء في عندنا شيء 8 هاكي رينج كل الاطفال بيتدربوا بيتعلموا الهاكي هون. وانا كتير بهمني الشغلات، انا بقول عطول بالحياة منسير مثل ما بنحتفل بالعالم. سو اذا احتفلنا بالعالم بس عشان مصرياتهم وغنيهم نتوقع اطفالنا يعملوا شو ما كان ليصيروا اغنية. انا بحب احتفل بالعالم عشان تصرفاتهم ومساعدتهم للجالية وللمجتمع، وهي احد الشغلات اللي بتساعد اولادنا تتعلم الرياضة
وتعمل كومبيتيشنز هون، وبتعطي الاولاد تبعيت هالمنطقه محل يجوا يتفرجوا على اكبر فرق بالعالم عم تلعب رياضه تحت اسم البارامونت، وعندنا مطاعم بتبيع شاورما لما العالم عم تلعب، بدهم طعميهم برجر. خليني يعرفوا انه الشعب اللبناني الشعب العربي مصر انه مش بس نعطي ثقافتنا، اكلنا من خلال ثقافتنا بارجي كرمنا. سو هذا البارامونت سنتر طبعا اوقات ناس بتيجي بتسافر من بلادها، اوقات بفوت على محلات وبلاقي شباب صغيرة او صبايا مغيرة اسمها. سو محمد بيصير مو وبلال بيصير بو واسماء شوي بتضحك. الحمد لله انا على طول بقول للعالم كلها لا كونوا كتير مبسوطين انكم كندية وكونوا مفتخرين انكم كندية، بس كتير مهم لما انت خلقت وامك سمتك محمد او جوزيف او اسم لبناني او اسم عربي لازم تفتخر بلبنانيتك بعربيتك، او لو كنت صيني افتخر فيها. ما تقول انه العالم ما حيتعودوا يقولوا اسمك، العالم بيتعودوا يقولوا اسمك بكندا. عشان هيك اوقات كثير مره بتذكر هاي القصه صغيره، فت لعند شاب عم بيشتري طقم قلت له ما حاشتري اذا رجعت لقيتك حطيت محمد علي بدون ما تكون مو، بس قلت له شو هاي خيي مو، خليك انت مبتخر انك لبناني. وانا بقول لكم قصه النجاح ما بتلتزم انك انت تعمل حالك كندي، قصه النجاح انك تضلك لبناني. انا كثير كثير الشغلات كلها اللي وصلت لها اذا وصلت لاي شيء هو من وراء الاكل اللبناني، عم بطبخ الاكل اللي بحبه من البلد اللي بحبه ببلد استقبلتني وبتشرف فيها. سو هيدي قصص حجج انه الواحد يغير اسمه او ينسى بلده. لا انا كثير 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 بتشرف كون لبناني، وانا بس مش وحده بتاخذ من الثانيه، فيك تتشرف تكون من مطرح ما انت او عراقي او عربي او عربي بالمجمل بدون ما حتى انك تبطل تحب كندا. لا فيكم تحبون اثنيناتكم مثل ما قلت لكم، فيكم تحبكم مثل امكم وبيكم، كلنا بنحب ابننا وبينا نفس الشيء بس بنحبهم بطريقه مختلفه. تفضل. في البارامونت على الزنبوني مطرح ما بنظبط الايس كله بارامونت البارك، هيدي اسمها البارامونت سنتر طبعا، وهي نفسها ملعب الباسكت بول. يعني اليوم بيشيلوا الايس بملتت اند ذي تورن ات باسكت بول رايت. وهون السويتات، هذا سويت تبع بارامونت، كل الشركات بتاخذ سويت، كل واحد بيعزموا زباينهم لهون. ومثل ما شايف مسيساغا 2022 هاي البطوله تبعيتي جايه على الطريق. ومثل ما كان في حفله لكاظم الساهر هون كمان كانت مليانه كلها، وحتى هيدي المنطقه كانت كلها مليانه كراسي، وكانت كثير حلوه نشوف اغاني عربيه عم تطلع. يعني عن جد فتت بلحظتها طلعت هيك قلت او ماي جاد الحمد لله، عن جد هيك قلت الحمد لله انه كلنا من نفس المناطق بالعالم جايين لحتى لبلد كلنا مغتربين فيها، وجايبين انه اجى مطرب لهون، اجى جابوا طبعا رفيقنا وصديقنا يوسف حرب، واجى لهون ليغني عربي وكل الشعب العربي موجود هون. سو هي عم بيظبط التلج. لا انا والهوكي فول باكج هالمره، يعني عملت الهوكي جيم بموريال، عملت الهوكي سبورتس بار، وعملت هلا الهوكي اون ايس فتت على الملعب. فانا والهوكي وكندا خلص صرنا بيستيز. هي احد الشغلات اللي كثير بتهمني، لانه كل ما اشوف حدا بالشارع بيقول لي باي ذا واي ثانك يو فيري ماتش اولادنا عم يلعبوا عندكم هاكي. سو انا كثير بهمني انه نحن بالبيرامونت ناثر على حياتهم من هن وصغار، كمان عم يتربوا وياكلوا اكل عربي. سو بالنهايه عم يسالوا عن هالكالتشر، عم بيتعرفوا على الكالتشر تبعيتنا. بدنا نخلص من قصه كالتشر الحرب، انه والله يي لبنان في حرب، بدنا اياهم يقولوا لا لبنان في اكل طيب. والله بنروح هدول اللبنانيين اللي عندهم البارامونت سنتر، اللي عندهم هاي المدينه الرياضيه اللي بنلعب عندهم وبناكل واكلنا وكذا. سو كثير عالم تبعث لي تكست مسج بتقول لي اكلنا اليوم شاورما، شو بده الواحد بالبرجر لما يكون عم ياخذ اولاده ولا يعملوا سبورت. مريت باكل شيء كثير طيب بقول او واو هون، او واو او واو لهالنجاح، او واو للاسم المحطوط وين ما كان، او واو لنجاحات اللبنانيه وبيناتهم هيدا الشيء كثير كبير ما كنت سامع فيه، ما كنت عارف فيه. بعرف بارامونت ملحمه لانه بلبنان فتح كم فرع ملحمه، بس او واو عن جد اخوات واو. عدنا سوا لهلا تقريبا شي ربع ساعه انترفيو كثير حلو، يا ريت كان في كاميرا على عيوني عم بتفرجي كيف عم بيبرقوا، كانوا كيف كانوا عم بيدمعوا، كيف كنت عم بتعلموا وعم بقرا كل كلمه عم بيقولها كل حرف بين الاسطر. شو هالحكي الحلو، شو هالحديث الحلو، شو هالشخص الرائع،
شو هالإنسان العظيم بالتفكير وبطريقة التفكير. إذا بس نرجع بنحضر الانترفيو ما بنفكر باراماونت، بس بنفهم بين الأسطر الاحترام، الاندفاع، الحماس. وبنرجع لهون في رينج 2-3 هيوج سنتر وعليه اسم شركة بكل فخر لبنانية وموصفينا لبنانية. او واو، ما احنا اساسا المهاجرين اكتار بس قليل. يعني انا من الاشخاص اللي بتدخل بالسياسة وبعرف انه قدين احنا بنحس حينا كانت كتير مليانة مهاجرين وكل شيء، بس لما تيجي وقت الانتخابات بتحس الكنديين البيض اللي اجوا مثلا من 60-70 سنة اكتر بكتير من المهاجرين الجداد اللي اجوا من 30-40 سنة. سو انا في ضلني اقول لبناني لبناني، ما العالم كله عرفتني لبناني لاني متشرف بلبنانيتي، بس انه عطول كمان بحكي عن الحلم المهاجر بالمجمل وكعربي بالمجمل. وانا كل حياتي حتى لما كنت معطر وبعدني واصل وفقير بطلع على هالبنايات بالداون تاون عليها اسماء هالشركات الضخمه بقول والله لازم واحد فينا انه يحط اسمه على بنايه مثل هيدول. انه مسج قويه حتى للاشخاص اللي خاصه من بعد ما صارت مشاكل ترامب وهيك بيقولوا انه المهاجر ما بيجيب شيء كتير قوي للبلد اللي بيهاجر لها. انه مسج قويه انه لا، المهاجر عنده فرصة وفرصة أكبر بكتير مما بيتوقع. وكمان مسج للأشخاص اللي هني ضد الأصوات ضد المهاجرين اللي بيعتبروا المهاجر بيجي لهون ليأخذ فرصتهم، بقول بأرجي إنه لا، المهاجر بيجي وبيوظف وبيساعد الاقتصاد وبيساعد الفقراء وبيعطي صورة حلوة ومسج لأولادنا اللي هني كتير بيعيزي لإلها. كونوا متشرفين إنكم أولاد مهاجرين، لأنه مهاجرين بنوا كندا. انت بدك تحكيني على الاكل، هذا موضوع ما بعرف اذا حتنبسط فيه باجوبتي، لانه انا لما اخذت الباراماونت ما كنت بعرف بقلي بيضه قلبي امس يعني. سو انا ما بعرف ليه فتت بموضوع الاكل. انا نوعيتي بفوت بموضوع البزنس لاسباب مختلفه. بفوت ببزنس لانه رفيقي حبيته وشاطر كتير بشغلته وبده حدا حده. بفوت بالبزنس لانه بشوف مثلا لما فت على الباراماونت وقال لي انه كان في موجود محل لباراماونت لشاب كتير آدمي وقال لي انه هو بده يرجع على دبي. فتت عشان الموظفين وعشان كل حياتي كنت انقهر انه الاكل العربي عم بيودي رسالة غلط عننا. وكان العالم يقولوا انه اتس شاورما شاب، يعني انه هيك بقرف كأنه او انه لا. انا قلت بدي ابعت مسج مختلفة، بدي ابعت مسج انه بتأثر على الكولتشر تبعيتنا وبتبعت مسج عن الكولتشر تبعيتنا بس بترتيبنا وبنظافنا نظافتنا. كمان بنفس الوقت ما حخبي عليك قصة الحلال، انه كان الحلال معناتها محل وسخ او الحلال معناتها، انا قلت لا، ما الحلال كمان نظافة والاكل اللبناني كولتشر، لازم نوصلهم بطريقة مختلفة. سو عشان هيك فتت اكتر من قصة الاكل. بعرف انه ديزابوينتينج لإلك، بدي اقول لك انه انا والله هالاكيل واللي باكل انا كتير بايخ تاكل معي لاني بحب ضلني بوقف وبمشي حوالى الطاولة وبتحرك وهيك. سو بس انا بالنسبة لي كانت المسج والرسالة أماني إنه يوصل إنه أكل، إنه لما تفوت عم مطعم تحس مرتب نظيف في فيروز عم يلعب صوتها. حطيت مصلى بمحلاتنا بأول بكل محلاتنا لأنه كانت مشكلة للناس اللي بيكون واصل على محل وعطول المسج إنه إذا بدك تروح تأكل أكل طيب بدك تروح على محل فيه بار. أوكي سو كمان كانت مشكلة كمان في ناس بيسوقوا تركات هون كانوا يقفوا على الباراماونت ليأكلوا ويصلوا لأنه كانت صعبة بكندا. وكانت مسج قوية أنه أنت فيك تكون كتير كتير فخور من مطرح ما أنت بتيجي وبديانتك بس بدون ما تكون ملتزم. أنا كتير قريب من الكنائس ومن كل الديانات بالديانات والطوائف اللبنانية هون بكندا، وكمان مش اللبنانية، مع كل الديانات الكندية بالمجمل، يعني النسيج الكندي أنا قريب منه بالمجمل. بس هذا ما بيخليني انه انا وعم اقول انه انا كثير بحترمهم كلهم وبحتفل فيهم كلهم، انه انا قلل من قد ايه انا بحب اني انا خلقان لبناني وخلقان مسلم. طبعا عرفت كيف. سو بالتالي انا وعلاقتي بالاكل بيذكرني بامي، بيذكرني باكلات انا كنت اكلها لما ماما بتعملها او اعداد بلبنان قعدت اكلت اكلات حلوه فيها واكلات طيبه فيها مع ناس بحبهم بيذكروني بهالذكريات. مع المرة الختيارة اللي عندنا بالضيعة اللي عزمتني وهي ما بتعرفني بس لأنه أنا ابن فلان، وطعمتني كمونة بندورة حبيتها، أو طعمتني صحن فول،
أو بصور مثلاً الفوال المشهور، صرت لا بدي أعمل ترويقة فول لأنه أنا كنت اشتاق له. سو هذا الأكل بالنسبة لي، الأكل بالنسبة لي culture، والأكل لي إنه كتير 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 ثقافات بتنجمع على قعدة أكل، وهذا بحبه بكل ديانات العالم. الصيني ما بيعمل معك بزنس إلا إذا أكلت معه، لأنه الأكل معه وعد إنك ما تخونه. سو كل ديانات العالم، كل الكالتشر تبع العالم، الثقافات في شيء عبر الأكل. وأنا قلت لكندا والثقافات المختلفة ومتنوعة فيها، حيل نجمعهم على أكل، وأفضل يكون شاورما بباراماونت. طلبت أطلع معك بالسيارة لأنه عبالي أحكي أنا وياك. بعرف. طلبت أطلع معك بالسيارة ولازم نقول لهم أنه بعد في كتير أسئلة عندي إياها لإلك، بس رح نوقف لأنه بعد أنجأ معنا ربع ساعة وعايز أقعد أنا وياك وحدنا بتعلم منك كتير. حكينا أكل شوي، حكينا محلات شوي، بس حكينا علم. محمد مش معقول شو تعلمت منك، فمنقلكم انه اكيد ما رح يكون اخر انترفيو لانه وعدنا بعضنا انه نطبخ سوا وناكل سوا ونتعشى سوا، واكيد كل ما اجي على كندا رح ارجع التقى فيه. بعد معنا ربع ساعه على وصل على بارامونت ناكل ونشوف شو عندهم اكل غير الملحمه. من هون لوقتها انا رح اتعلم. It's my time now.